بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائنا الأعزاء والكادر الطبي في جميع التخصصات الصحية، نرحب بكم جميعا في المؤتمر السنوي لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال Pediatric Hematology Oncology Conference 2018، والمقام بمشيئة الله تعالى في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة ما بين 16 و 18 أكتوبر 2018، والذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام بالتعاون مع جمعية أمراض الدم والأورام لدى الأطفال سافوس. تأتي أهمية هذا المؤتمر من عدة نواحي، أبرزها حرص اللجنة العلمية على انتقاء مواضيع هذا المؤتمر بدقة وعناية. إلى جانب ورش العمل، هناك حوالي 10 محاور ستناقش أمراض الدم والأورام لدى الأطفال من الأكثر شيوعاً إلى الأكثر ندرة، مع عرض وتبادل الخبرات مع السادة الزملاء المحاضرين من بقية المراكز في المملكة العربية السعودية. والمؤتمر أيضاً زاخر بالعديد من المتحدثين من خارج المملكة العربية السعودية الذين سيقومون بعرض نتائج أبحاثهم والمتعلقة بأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، وعلى سبيل المثال الدكتورة كريستينا بيتر، والتي ستتحدث عن Primary Graft Failure New Approach in GVHD Prevention. وهناك أيضا الدكتور باتريك كامبل، والذي سيتحدث عن Histiocytic Disorder Gene Mutation Implication on the Clinical and the Treatment and the Treatment of the Relapse Histiocytic Disorder. وأيضا البروفيسور ستيفن كروب، والذي سيتحدث عن الطرق الجديدة في علاج اللوكيميا من بينها الكار تي سيل تريتمنت and Toxicity. وعلاوة على ذلك، ومن خلال حرص مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام والطاقم العامل فيها لتقديم أفضل عناية للمريض، ومن خلال فهمنا وحرصنا أن العناية الجيدة لا تكون إلا من خلال التعاون بين الجسم الطبي الواحد، هناك ورش عمل عديدة، ومن بينها ورش عمل مخصصة لطاقم التمريض وأخرى لقسم التغذية. وسيكون في هذا المؤتمر بإذن الله مجال لطرح الحالات المعقدة لتبادل الآراء في شأنها وتقديم العناية الطبية اللازمة لها. نتشرف بدعوة كافة الزملاء من داخل وخارج المملكة العربية السعودية في جميع التخصصات الصحية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث وكل من له اهتمام في أمراض الدم وأورام الأطفال للمشاركة في هذا المؤتمر. نراكم بإذن الله في مؤتمر أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في المملكة العربية السعودية مدينة الخبر في الفترة الممتدة ما بين 16 و 18 أكتوبر 2018. دكتور ماهر الدسوقي، بيدياتريك هيماتولوجي أونكولوجي كونسلتنت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.